الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال تعالى وقوله الحق: كل نفس ذائقة الموت. وقال عز من قائل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبكل الأسى والألم ننعي نحن حرائر ميدان الشهداء من جميع مناطق الوطن الغالي، فقيد الوطن والأمة وقد نعاه العالم بأسره وبأنفس قد أحزنها وألمها المصاب. نتقدم بتعازينا لأسرته ولآله وأصحابه ورفقائه من علماء الأمة وهيئة علماء المسلمين ودار الإفتاء، ونعزي وطنه وأمته، وإننا إذ نعزيهم إنما نعزي أنفسنا. فقدان قامة وثروة لا تقدر، فقدان مثل هذا الشيخ الجليل، إنه لمصاب جلل وخطب عظيم لا تحتويه الكلمات ولا العبارات ولا الكتب ولا المجلدات ولا تكفيه الأقلام والمدادات، وإنما وقف هذا العالم الرحب، وإنما أفق هذا العالم الرحب الذي ذاع فيه صيته وسيرته وعلمه ومكانته. بالأمس القريب وقفنا وقفتنا هذه وطالبنا بفك سراحه وتحريره من خاطفيه، واليوم ها نحن نقف وقد تحررت روحه الطاهرة من قيود الدار الضيقة لتسبح في فلك الكون الفسيح. الله أكبر. ها نحن نقف وقد تحررت روحه الطاهرة من قيود الدار الضيقة لتسبح في فلك الكون الفسيح، وتطيب بكل بقعة فيه وتطيب كل بقعة فيه وتنيره بنور الحق الذي أفنى عمره عالما وعاملا به. نقف اليوم أمام القضاء ونحن ننشد دولة القانون ودفعنا من أجلها الدماء. نطالب بالآتي: أولا، القبض على الجناة المجرمين الفارين من الأسماء التي ذكرت وتقديمهم للعدالة والقصاص منهم. ثانيا، إظهار جثمان الشيخ الشهيد الطاهر وإكرامه. الله أكبر. ثالثا، نحمل كل السلطات مسؤولية ما حدث وما يحدث، ونطلب منها تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الفعل المشين والجريمة البشعة النكراء وأول هذه الجهات القضاء. رابعا، نهيب بكل الشرفاء الأحرار أن يهبوا لنصرة الحق الذي أتت من أجله فبراير واستشهد لنصرته الشهداء وفقد من أجله أجل المشايخ والعلماء. خامسا، ندعو كل المجموعات المسلحة بأي مسمى كانت أن تستفيق من غفلتها وتجتمع تحت كلمة سواء وتسخر قوتها متحدة لنصرة الحق والذود عن الدين والوطن، وأن يعوا حجم المؤامرة عليهما، وأن سلاحا ومالا بلا عقل رشيد وعلم رصين إنما هو هلاك وفناء. كونوا حماة للديار ولا تكونوا طغاة. الله أكبر. كونوا حماة للديار ولا تكونوا طغاة. الله أكبر. رحم الله شيخنا الجليل وهدانا الله جميعا إلى سواء السبيل. والله لن يخذلنا الله ونحن نبتغي الحق. الله
الله أكبر. والله لن يحضرنا الله ونبتغي الحق. الله أكبر. ونريد أن تكون كلمة الله هي العليا في بلادنا. الله أكبر. وكلمة الطغاة البغاة هي السفلى. الله أكبر. الله أكبر على كل من طغى وتعنت وتجبر. الله أكبر على كل من خان الأمانة وضلل وأمر بالسوء وظلم وفجر وخرب ودبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر على كل من تآمر وتواطأ وكاد وخذل وسمط وخطف وقتل ودبر وفجر وهجر. الله أكبر. ورعب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هذه كلمة الحرائر قد انتهت، ولكن أمانة من أم الشهيد. أمانة من أم الشهيد. أمانة من أم الشهيد. أمانة من أم الشهيد حملتني إياها ويشرفني ذلك. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. والله رأيت جبلا صامدا من الصبر في بيت آل الشيخ. الله أكبر. والله لكنت أرى وجهه السمح في كل الوجوه من آل بيته. الله أكبر. قالت لكم كلمتان، كلمة للجناة البغاة حرمتوني منه حيا فلا تحرموني وداعه ميتا. أين جدة ابني؟ أريد جدة ابني. والكلمة الثانية لكم أيها الشرفاء، لكل حر لي بغيور على دينه، القصاص القصاص. قالت لكم الشيخ نادر ناصرا للحق مؤيدا للحق، ينادي بالعدالة والقانون ويرفض الظلم والجريمة. فخذوا الحق على سيرته ونهجه، واقتصوا من مجرميه عن طريق الحق والعدالة، ولا تخلفوا منهاج الحق. القصاص 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 القصاص. وصرخة أخيرة، صرخة أخيرة من حرة، صرخة أخيرة من حرة أبية، صرخة أخيرة من حرة أبية. أيها الشرفاء، الشيخ نادر العمراني، الشيخ نادر العمراني قد بلغ مكانته في الدنيا والآخرة، ونحن لا نبكيه، نحن نبكي حالنا ومآل إليه أمرنا، نحن نبكي حالنا ومآل إليه أمرنا، نحن نبكي حالنا ومآل إليه أمرنا، نبكي رجالنا ونبكي أبناءنا ونبكي شبابنا ونبكي بلادنا ونبكي ديننا ونبكي وطننا ونبكي أمتنا ونبكي عالمنا ونبكي سنة نبينا ونبكي ظلم الحق فينا. كيف يطيب لنا الحياة ويطيب لكم الحياة والدين يحارب فينا ويهان بيننا الشيوخ والعلماء والشرفاء؟ صرخة حرة، هبوا للذود عن دينكم وعرضكم ووطنكم، ولا تأخذنكم رأفة ولا رحمة بأعداء الدين بأعداء الوطن بالمجرمين. الله أكبر. الله أكبر لله الحمد. حفظ الله ليبيا. موعدنا الجمعة في ميدان الشهداء، ميدان العزة والشرف والإباء. الله أكبر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. في مثل هذا اليوم لا تجد كلمات تعبر عن الحدث حقيقة، والجلل الأمر جلل والمصاب كبير. قد وقفنا مثل هذه الوقفة عند اختطاف الشيخ العلامة، ونوهنا في كلمة كانت لنا للحرائر بأن هذا الأمر هو أمر خطير وندير سوء. قد نبهنا عن هذا الحدث منذ اختطاف الشيخ، ولجؤنا للقضاء ليس طمعا في الأشخاص ولا في المسؤولين، فقد فقدنا فيهم الأمل وهم في سبات، قد أضلهم الله وأعمى أبصارهم حقيقة لكل ما يجري، وهم في صمت مخجل مخزي. ولكننا نتجه لهذا المكان برموزية القضاء والقانون في ليبيا كمؤسسة قضاء، هي أعلى مؤسسة في الدولة. لا نريد لها أن تنهار، لأن الدول تنهار بانهيار حكامها ورؤوس رموز سلطتها، ولكن تنهار بانهيار مؤسسة القضاء فيها. نحن نناشد كل الشرفاء أن
أن يتحقق ما ضحى من أجله الشهداء في ثورة فبراير، وهو بناء دولة القانون والمؤسسات. لجوئنا لهذا المكان هو رسالة للعالم الداخل والخارج أننا ننشد دولة القانون والمؤسسات، وأن لنا ثوابت ومبادئ وقيم نذوذ من أجلها. نحن نسعى للمحافظة على قيم ومبادئ وخصوصية مجتمعنا الليبي المحافظ، ونرفض التيارات المتطرفة المختلفة التي تتعارض والشريعة الإسلامية. ولهذا نحن هنا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله أن يتقبل الشيخ نادر العمراني وباقي شهدائنا من شهدائنا، وأن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. أتمنى من هذه أن تجد هذه الوقفة صداها لدى النائب العام ولدى الجهاز القضائي بصفة عامة، أن يتم التصرف في كافة الشكاوى والدعاوى والعرائض المقدمة في الجرائم السابقة، وأن يتخذوا الإجراءات القانونية هذه الأمور، لأن جزء من أسباب انتشار الجريمة سواء كان في العاصمة أو أي مدينة ثانية هو تقاعس الأجهزة القضائية عن التصدي لهذه الجرائم، سواء من حيث تشكيل القوة اللازمة الضاربة على أيدي الجناة أو باتخاذهم الإجراءات القانونية. يعني نحن نتقدم بعرائض وشكاوى للنائب العام، ولكن للأسف أكثر منها توضع في أدرج أعضاء النيابة المخولين أو المكلفين. نتمنى أن تجد هذه الوقفة وهذا الاحتجاج وصوت المحتجين صدى عند الليبيين. فاليوم نادر العمراني رحمة الله عليه، وبالأمس الأطفال الذين خطفوا وتم التخلص منهم بعد عدم دفع الدية، غدا سيكون أي مواطن ليبي في حال انتشار هذه الأجسام الخبيثة، في حال انتشار هذه التشكيلات الإجرامية والظلمية، ستتمكن من أمن المواطن والمواطنين. أتمنى من كل الحقوقيين والقانونيين التضامن مع الضحايا في تحريك النائب العام لتحريك الدعوة الجنائية. أتمنى أن لا يتحول النائب العام إلى سبب من أسباب انتشار الجريمة، وأن لا يكون متواضع بصمته وتقاعسه عن عدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نتقدم بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد الشهيد الشيخ نادر العمراني رحمه الله تعالى. الشيخ جزاه الله خيرا أحد علماء الأمة الإسلامية، خطف وقتل غدرا. رسالة هنا من أمام مجمع المحاكم في طرابلس، رسالة واضحة لإقامة العدل والقسط على الجناة، مطالبة الناس وأهل وأهالي الفقيد وأهالي المدينة وكل المسلمين في العالم الإسلامي بالقصاص من الجناة. والذي يقوم بالقصاص من الجناة هو القضاء العادل، هو القضاء العادل. نحن نقول أن جريمة الشيخ الوحيدة التي قتل من أجلها أنه كان يصدع بالحق ويقول كلمة الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. خطأ الشيخ الوحيد أنه كان صاحب ابتسامة طيبة وكان صاحب اعتدال ووسطية، لهذا أراد الخونة من بعض أجهزة الاستخبارات الخارجية وأعوان النظام السابق أن يغتالوا فضيلة الشيخ نادر العمراني. الشيخ نادر جزاه الله تعالى خيرا لم يكن من أصحاب الدعوات إلى القتال أو الخصام أو الحروب، دائما يدعو إلى الصلح بالتي هي أحسن، يدعو إلى الإصلاح، يدعو إلى الخير، يدعو إلى تغيير أفكار بعض المتنطعين من الشباب. رسالة هنا إلى كل الأحرار وإلى كل العلماء وإلى كل الثوار وإلى كل المخلصين وإلى كل أبناء الوطن. ما ذنب الشيخ نادر رحمه الله تعالى أن يخطف بهذه الطريقة وأن يقتل بهذه الطريقة والعياذ بالله؟ يجب جميعا أن نقف صفا واحدا للقبض على كل المجرمين، كل من ساهم في قتل الشيخ، كل من خطط لقتله، كل من خطط لاختطافه، كل من خطط لإخفائه قسريا، يجب أن يحاكم ويجب أن يقام عليه القصاص العادل. بغير هذا وبغير إقامة القصاص العادل على كل جناة
الذين يخطفون والذين يقتلون، سواء قتلوا عالما أو شيخا أو قتلوا بريئا أو دكتورا أو مهندسا أو صاحب تجارة أو تاجرا أو غير ذلك، يجب أن ندعو جميعا لإقامة القصاص عليهم، وندعو إلى تفعيل القضاء، وندعو إلى تفعيل الشرطة القضائية والقبض على كل الجنات من كل المناطق. وهنا بما أنني من منطقة سوق الجمعة والمتهمين من منطقة سوق الجمعة الآن في هذا الفيديو، أدعوهم أن يسلموا أنفسهم إلى النائب العام، وأدعوهم أن يسلموا أنفسهم للقضاء العادل، وأدعوهم ألا يلعبوا بهذه القضية، وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه القضية. القضاء العادل والتحقيقات ستأخذ مجراها كما يجب إن كنا نريد إقامة العدل، بغير ذلك ستصبح الأمور فوضى، وسيصبح الأمر يعني سينطلق إلى فوضى عارمة لا يمكن بعد ذلك أن يستطيع أن يوقفها أحد. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد الصفوف، وأن يقينا الفتنة، وأن يقينا شر هذا البلاء، وندعو الجميع ألا يدخل العاصمة في فتنة فكرية وفي اقتتال فكري. قلنا من قبل بأن الغلو لا يجر إلا إلى غلو أكبر، وقلنا من قبل بأن القبض على الهوية لأجل جهة، أو القبض على الهوية على فكر، أو القبض لأجل منزع سياسي، جريمة في الشريعة الإسلامية وجريمة في كل القوانين. نحن من هذا المكان نطالب بإقامة العدل، فإن كان هناك أدلة واضحة وثابتة على الذين اتهموا يقام عليهم العدل، وإن لم تكن هناك أدلة واضحة وإثباتات فالقضاء بإذن الله سبحانه وتعالى سيأخذ مجراه. هذه هي رسالتنا من هذا المكان، إقامة العدل وإقامة القسط، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك فقال: ونضع الموازين القسط يوم القيامة. فالقسط يضعه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للاقتصاص من للمظلوم من الظالم، ونحن في هذه الدنيا نطالب بإقامة العدل. يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقول من هذا المكان، من هذا المكان، أن بعض الذين اتهموا في هذه القضية الآن أصبحت عندهم مخالفات وتجاوزات على كثير من الأبرياء، على كثير من الأبرياء الآن هناك تجاوزات موجودة، ونحن نعرف أن هناك في قضايا الآن سترفع على بعض هؤلاء الناس. فنحن ندعوهم ألا يتجرؤوا على الأبرياء، وألا يستخدموا منطقة سوق الجمعة ليستتروا بها أو يتقووا بها، فإن منطقة سوق الجمعة تتبرأ من كل جريمة، وتتبرأ من كل مجرم، وتتبرأ من كل سفيه، ولن نؤوي المجرمين، ولن نؤوي المحدثين، ولن نسكت وإن قطعت رقابنا لقول كلمة الحق. الذي يريد أن يسكتنا لقول كلمة الحق نقول له: لن نسكت ولن نذعن بإذن الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال: قل لن تصيبك، والله سبحانه وتعالى قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نحن رسالة واضحة هنا أننا سنستمر في المطالبة بإقامة العدل والقصاص. الشيخ نادي العمراني قتله جريمة وفاجعة ومصيبة للأمة الإسلامية، لقد سمعنا الكلمات وقرأنا التغريدات من كل علماء الأمة الإسلامية وهم يتكلمون على فضل الشيخ وعلى علمه، ونقول بأن غلاة التبديع في هذا الزمان نحن نعرفهم، ونعرف أنهم يحرضون على إهانة العلماء، ويحرضون على يعني ظلم العلماء، ويحرضون على كبت وإخفاء إخفاق صوت الحق. نرسل رسالة لكل غلاة التبديع وخاصة علماء ما يسمونهم بمشايخهم، بأن هذه الطريقة ليس منهج للسنة والجماعة، وأن هؤلاء الذين يتبعون هذا المسمى ربيع المدخلي أو محمد سعيد رسلان، هؤلاء صنف من أصناف الغلاة الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم فقال: وإياكم الغلو، لأن الغلو لا يجر إلا إلى الجرائم، ولا يجر إلا للقتل، ولا يجر إلا للإفساد في الأرض. والله سبحانه وتعالى نهانا عن الإفساد في الأرض، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، ونهانا ربنا سبحانه وتعالى عن تفريق الدين. ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون.
هؤلاء الآن الذين يتسمون بالسلفية، والسلفية منهم براء، هم أدعياء للسلفية، والذين يتسمون اليوم باتباع من ربيع المدخلي، ندعوهم لتوبة النصوح، ندعوهم للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ندعوهم للتوبة من هذا الفكر الضال الذي يدعو إلى القتل، يدعو إلى الإجرام، يدعو إلى الخطف، يدعو إلى الإفساد في الأرض. نحن أمة واحدة وسطية في ليبيا بفضل الله سبحانه وتعالى، نتدين بمذهب الإمام مالك، وإلا نتدين بمذهب الإمام مالك، ونلزم الناس باتباعه في كل قضية في كل مسألة. ولكن الأصل في هذه البلد أنها بلد وسطية، نحن نرفض كل الأفكار والأراء الفاسدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الحق، وأن يؤلف ذات بيننا، وأن يبعد عنا الغلو والغلات. وندعو هؤلاء الشباب أن يرجعوا إلى عقولهم، وأن يحكموا دين ربهم سبحانه وتعالى. ندعوهم ونقول لهم إن دماءكم ودماء المسلمين حرام، أعراضكم وأعراض المسلمين حرام، أموالكم وأموال المسلمين حرام. فالذي يستحل دم امرئ مسلم أو مال امرئ مسلم أو عرض امرئ مسلم، هذا ليس منا ولسنا منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش المسلمين ليس منهم. ندعوهم إلى توبة النصوح، وندعوهم إلى أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، ندعوهم أن يلتزموا بتوصيات الأوقاف، وألا يغصبوا المنابر، وألا يغصبوا المساجد، وألا يسبوا العلماء فوق المنابر، وألا يسبوا المفتين فوق المنابر، وألا يكذبوا على المؤمنين، وألا يبهتوهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجمع كلمتنا، وأن يرحم الشيخ نادر العمراني، وأن يتقبله في الشهداء، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، وأن يجيرنا في مصيبتنا، وأن يخلفنا خيرا منها. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.